احكي لنا ايش اللي صار اليوم. اللي صار دخلت قوه من الجيش على البلد على اثر حادث امبارح اللي صار عند بيت عور على اساس يدهموا البيت اللي في الحاره عندنا. القوه انصدمت في المواجهات باب الدار عندي. نزلوا مشاة، قاموا باطلاق النار الحي على الشباب وقنابل صوت وقنابل غاز على المتظاهرين باب الدار، فرقوهم. كان في إصابة صعبة، الإصابة هذا وصلت لكاع البيت عندي، الشبكة عندي في كاع البيت، أنا وصلتها لأن أنا شفتها من عندي من الدار، ما قدرتش أسوي لي شيء أنا لأن أنا مش عارف إنه مستشهد مش مستشهد، مش عارف وين الإصابة. طبعا الجيش شافوني دخلوا البيت كمان مرة فحصوا شايف وأعلنوا عن وفاته، سبوا وراحوا. طبعا حاولت إني أنا أدخل البيت كمان مرة، جبت فرشة وحملتها ودخلتها أنا والبنات على البيت جوا عندي لحد أتأكد بقدر أسوي. كان في دكاترة اثنين في البلد على اتصال معي ما قدروا يوصلوني، الأمبولانسات كانت في وسط البلد معطلينها، عطلوها أكثر من 3 ساعة في البلد مش قادرين يوصلوني لأن الأمبولانسات جايين عندنا من المنطقة، أمبولانس بده ما قدروا يوصلوني. الدكاترة في الحارة عندي ما حدا قدر يوصلني، يعني ابن أختي وابن خالتي ما قدروا يوصلوني. وصلني الأمبولانس، حملنا يعني بالقوة أخذنا على مستشفى رام الله لحد ما أعلنوا عن استشهادة والله يرحمه، والمجد والخلود لشهادة أنا الأبرار، الحمد لله رب العالمين. شهدت فيها أكل من 24 ساعة. أكل من 24 ساعة نعم، من نفس العيلة الشباب اثنين. الأولاني امبارح على حادث بيت عور، على عملية بيت عور يعني اعتبروا، وحجزوا جثمانة طبعا امبارح ما سلموا، فيش خبر عندي الارتباط من مرة، ما حاولوش يعني ياخذوا يعني على اعتبار انه يعني خلص مواجهة عادية. فبس يعني تعطيل الأمبولانسات، الدكاترة ما قدروش يوصلوني بصعوبة، رحنا طالعين من البلد ما خلونا برضه نطلع من الأمبولانسات، يعني ما تهمش يطلعوا الأمبولانسات من البلد، وكانهم عارفين ان في حالة وبتموت وبتم سبوها يعني سبوها تموت يعني لحد تأكدوا يعني الشاب خارج يعني. حسب علمك كأحد سكان القرية هل تم اقتحام مثلا بيت الشهيد من نفس العمل؟ نعم وصلوا البيت وعملوا استجواب مع أهل البيت وعملوا تحقيق في البيت مع أهل الشهيد الأولاني بتاع امبارح شايف، وأخذوا إفادات وطلعوا من البلد. هذا هو الوضع يعني. لو لم تعد قوات الاحتلال وصول الطواقم الطبية هل كان هناك إمكانية لإنقاذ حياة الشهيد؟ أنا يعني أنا عندي سيارة، أنا لما وصلت الشاب كان بالإمكان إني أخذه على مستشفى رام الله أطلع فيه بسرعة أنا، بس المشكلة إني أنا الطريق مسكرة والجيش ما بيطلعني، فمن ناحية قانونية ممكن يتعاملوا مع الأمبولانس، بس الأمبولانس عطلوا أكثر من ربع ساعة أو 3 ساعة والأمبولانسات موجودة في البلد مش قادرة تصلي في الحارة، فما كانوا يعني عارفين يعني حالة يعني بدهم يسيبوها تموت وهم عارفين إنها راح تموت. والجيش اجى دكتور من نفس الجيش يعني وخلص يعني شافه فحص وشاف وين الاصابه وسابه. شكرا لك ابو رمزي متحدث من بلده بيت دوقو عما جرى فجر اليوم من تفاصيل ارتقاء مواطن فلسطيني على يد قوات الاحتلال. اليوم مشاهدينا الكرام الشهيد الثاني خلال اقل من 24 ساعه في هذه اللحظات، اهالي ومواطنون من بلدة بيت دوقو حضروا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتجهيز جثمان الشهيد داود ريان 42 عاما، لتجهيز تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في بلدة بيت دوقو.
حضرتك النهارده. عم في البدايه لو تعرفنا على حالك. دكتور سعيد يقين وكيل وزاره شؤون القدس وعضو قياده المقاومه الشعبيه في المنطقه. اهلا وسهلا. بدايه عم عظم الله حضرتك معهم يعني في الدكتور شمال غرب القدس بتودع اليوم الشهيد الثاني خلال 24 ساعه. هذا فخر كبير للقريه التي يعني هي جزء اساسي من الحركه الوطنيه الفلسطينيه، وياتي هذا القتل المتعمد الذي مارسته قوات الجيش انتقاما من اهالي القريه على اثر استشهاد الشاب حباس ريان بالامس. قرر الجيش الاسرائيلي وقررت قوات الامن ان تقتحم القريه، فكانت كل اهالي القريه موجودين في الشوارع. عمليه اعدام رخيصه ومنحطه، وهي تندرج ضمن عمليات الاعدام المختلفه التي يمارسها الجيش الاسرائيلي بصفه رسميه، وتمارسها ايضا قطعان المستوطنين في الضفه الغربيه. ولذلك الجيش الاسرائيلي سوف يدفع الثمن ان اجلا او عاجلا جراء هذه السياسات الاجراميه، سواء الذي باشرتها الحكومات الاسرائيليه السابقه او التي ستباشرها حكومه اليمين القادمه. لذلك تاتي عمليات القتل في سياق يستهدف الجيش الاسرائيلي تطويع هذه القريه التي تشكل راس حربه في المقاومه الشعبيه وفي العمل المقاوم في محافظه القدس. يريد ان ينتقم من بلده بيت دقه ايضا قبل ايام، يعني السير الرائد ريان كان مضرب 113 يوم. نعم، هذا 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 جزء مهم، جزء من حاله التوتر، ان الحكومه الاسرائيليه وسلطه السجون في اسرائيل وقياده الشرطه في اسرائيل التي وعدت الاسير رائد ريان بالإفراج عنه بمجرد انتهاء فترة حكمه الإداري، تقرر هذه الحكومة الإسرائيلية ويقرر الشباك إعادة تجديد الاعتقال الإداري لشاب خاض أكثر من 120 يوم إضراب عن الطعام. نعم، القرية وكل المحافظة الآن تقف على رجليها في مقاومة الجيش الإسرائيلي، في مقاومة الغطرسة، وفي مقاومة عنف المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية. رسالة بيت دكو لن نخضع لضابط المخابرات الإسرائيلي الذي قرر إعدام داود ريان هذا الصباح، ولن تخضع هذه القرية رغم كل إجراءات الاعتقال وكل إجراءات العنف والإجرامي الذي تمارسها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في حق أهل القرية. لن تخضع هذه القرية ولن ترفع الراية البيضاء، وسيجربنا هذا الضابط وغيره من الضباط الذين يتوافدون على 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 العمل الاستخباري والأمني في منطقة كرة شمال غربي القدس. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكلمات وكيل وزارة شؤون القدس في محافظة القدس بلدة بيت دوغو يتحدث عن إجراءات الاحتلال القمعية والانتقامية بحق المواطنين الفلسطينيين هناك في مناطق شمالية غرب القدس ومناطق القدس بشكل عام. الشهيد داود ريان الذي ارتقى فجر هذا اليوم بعد إعدامه من قبل قوات الاحتلال، أيضا الشهيد حباس ريان الذي ارتقى البارحة على حاجز بيت عور الفوقة بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود إسرائيليين على سيارته في ذلك المكان. يتحدث أيضا لنا كان عن تنصل الاحتلال من وعوده للأسير رائد ريان الذي أضرب ما يزيد عن 110 أيام عن الطعام. البارحة وقبل أيام أعلن مصلحة السجون والمحاكم الاحتلالية التي تخوض الحركة الأسيرة جهاداً ومقاومة ضدها عبر مقاطعتها قامت بتجديد الاعتقال الإداري للأسير رائد ريان من بلدة بيت دوكو الذي أضرب ما يزيد عن 110 أيام عن الطعام في سبيل انتزاع حريته، فيما تنصلت إدارة مصلحة السجون من هذا الاتفاق مع الأسير ريان.
مواطني. شكر الله سعيكم. الله داود الله يرضى عليه. قبل حوالي 5 سنين أو 6 سنين انجرح، ودائما في مقدمة المواجهات. انجرح قبل 5 سنين وقعد 45 يوم في هداسة، وبعدين نكلوه على سجن الرملة وكمل علاجه هناك، وحكموا 1.5 سنة وحكموا مبلغ من المال وطلع. الله يرضى عليه، دائما بس يسمع لنا في مواجهات بروح في المقدمة. داود متزوج، عنده 3 بنات و4 أولاد، عمره 43 سنة. الله يرضى عليه. احنا بنقول الله سبحانه وتعالى أكرمنا في استشهاد فلذة كبدنا داود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله شهيدا وسائر شهداء هذا الوطن. وهذه فلسطين، وهذا بيت المقدس، وهذه أكنف بيت المقدس، وهذول أولاد فلسطين، شباب فلسطين اللي عليهم الحمل الكبير في تحرير هذا الوطن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الاحتلال امبارح ما اكتفى بإعدام حباس، أجا كمان القرية وعدم. إحنا امبارح حباس ابن عمي وأخي أيضا، أخي في الرضاعة وابن عمي، امبارح استشهد حباس ريان، واليوم استشهد داود ريان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقول دائما لا بد من النهوض، ولا بد من رد كيد الأعادي إلى نحورهم، ولا بد لشباب فلسطين أن تصأر لهذه الدماء ولهذه الأرواح ولهؤلاء الشهداء بقدر ما يستطيعون من همة وقوة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، عائلة ريان قدمت بالأمس شهيد، واليوم شهيد، وفي عندها كمان عدد كبير من الأسرى. نعم صحيح، نعم صحيح، احنا عندنا من الشهداء القدامى ابن عمي أمين ريان، ابن عمي محمد ريان، ثم تبعهم حابس ريان، ثم تبعهم دهوز ريان. هذا بالنسبة لدار ريان، ولكن بيدكوا أيضا منها الكثير الكثير من الشهداء والأسرى من 67 وقبل 67، وفي الوقت بيدكوا بتقدم شهداء، بتقدم أسرى، دائما عندها روح التضحية، دائما عندها روح الفداء، ما بتعز عن الوطن إشي، وهي دائما في خدمة هذا الوطن وفي خدمة من يسكنون هذا الوطن من الأحرار الذين يحبون هذا الوطن. وستبقى تقدم الشهداء والأسرى بلدة بلدة. نحن نقدم لنا أيضا الآن أسرى في السجون. يعني رسالتكم للاحتلال يا عم، مهما صار مش راح بيدقوا، مش راح. لنا أسرى في السجون الآن موجودين، عصام رائد، عصام ريان ورائد ريان، اللي كانوا أوقف الإضراب عن الطعام على أساس أنهم يطلعوه وردوا ردوا مددوا له. وإحنا بنقول لشبابنا، لشباب فلسطين، تعلموا ثم اعملوا، تعلموا ثم اعملوا. العمل الذي يخطط له من قبل يكون عمل ناجح أكثر. وخلي إيديكم بإذن الله تبارك وتعالى إيد واحدة. إسرائيل عمرها ما بتكون مادة إيدها ولا مع غير فلسطيني، حتى مع العالم هي عدو لجميع العالم. اليهودي لا يرى في هذا العالم إلا نفسه، ولا يمد يدهم للسلام أبدا. والطريق إلى التحرير معروف، هو طريق البندقية وطريق المقاومة، وليس إلا البندقية والمقاومة نستطيع أن نكيد إسرائيل إلا بالمقاومة والبندقية. شكرا جزيلا يا عم، عظم الله أجركم يا عم. شكر الله سعيكم، الله يرضى عليك ابني.
الله يرحمه يا عم. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت كلمات والد الشهيد داوود ريان هنا من أمام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بعد الإعلان عن ارتقاء نجله داوود. في انتظار تجهيز الجثمان لنقله إلى مسقط رأسه في بلدة بيدوكو شمالي غرب القدس من أجل تشييع الجثمان وإلقاء نظرة الوداع هناك في المنزل، حيث يجاورهم في البلدة الشهيد حباس ريان الذي ارتقى البارحة على حاجز بيت عور الفوقة. في أقل من 24 ساعة ارتكب الاحتلال جريمتين بحق الفلسطينيين في بلدة بيدوكو، عدا عن الاقتحام و قنابل الغاز بالعشرات التي أطلقت اتجاه منازل المواطنين والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والحي اتجاه الشبان الفلسطينيين هناك في بلدة بيدوكو. ومشاهدينا الكرام، عبر وكالة جيميديا سنكون معكم في هذه التغطية المستمرة من الضفة الغربية ومدينة القدس لكافة التطورات وآخر الأحداث على الساحة الفلسطينية. ابقوا معنا. يا رب الملائكة طمعونا المستشفى.
ما حدا دخل وقتها ولا يتحدثون من برسلة الله حاليا في طريق على بيت دوكو. إذن مشاهدينا الكرام، خرج جثمان الشهيد داوود ريان الآن من مجمع فلسطين الطبي إلى مسقط رأسه في بلدة بيت دقه ليتم تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر وصلاة الجنازة عليه، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخير عليه من قبل ذويه وأبنائه وبناته في منزله في بلدة بيت دقه. وابقوا معنا في هذه التغطية عبر وكالة جي ميديا.